هنتابع طبعا النهارده ايضا من الحاجات اللي احنا بنشوفها مساله التظاهرات اللي بدات بقالها فتره في فرنسا. النهارده كان في فرنسا ولكن محدوده، امبارح كانت محدوده 66,000 من اللي كان قبل كده 300 و400,000، اعداد محدوده بدات ربما تنحسر، ولكن ده ربما لانه في بعض الناس قال لك خلاص انه حصل ارهاب، وبالتالي احنا مش عايزين كمان يدخل بعض العناصر تؤدي الى عمليات ارهابيه بتستهدف الشعب الفرنسي في بلجيكا النهارده، زي ما قلت لحضراتكم من شويه، في هولندا، في بريطانيا من كام يوم. في الفتره دي في مشاكل كبيره. خليني كمان من الحاجات المهمه اللي حابب اتكلم فيها، بعد يومين القطريين قال عندهم عيد وطني، ما اعرفش عيد ميلاد، عيد ميلاد تميم باين تقريبا عيد ميلاد تميم، فقرروا يدوا الناس اجازه في عيد ميلاد تميم. وعيد ميلاد تميم او عيد وطني باين، يعني حاجه من الاثنين، يعني انهم بينظموا جايبين شويه دبابات كده شارينهم وهيعملوا عرض. حضرتك متخيل بلد بتفكر تعمل عرض عسكري وتقول عرض عسكري، عايز يعمل نفسه انه دوله قويه؟ يعني على فكره الجيش القطري ما فيهوش مواطن قطري، ما فيش مواطن في قطر في الجيش القطري. الجيش القطري الجيش الوحيد في العالم اللي هو كله مدفوع فلوس، مؤجر، مرتزقه. عارفين لما حد بيجيب مرتزقه ويجيب شويه ميليشيا كده ويعملهم جيش، قطر عملت كده. فتميم قرر انه يشتري ناس من دول من غير ما اسمي، عشان فيهم بعض الدول بتزعل، يعني يشتري دول يديهم جنسيه ويدخلوا الجيش. فدول الناس اللي هتشوفهم، يعني هتشوف المرتزقه اللي هم باعتبارهم جيش قطري مع شويه دبابات مع شويه مش عارف عربيات ايه مع شويه الحاجات اللي هو ايه بدا يتكلم، قال لك احنا هنعمل عرض كبير وعرض عسكري وحاجه ما حصلتش، وكانه ايه داخل معركه. ده تميم جزء من دول، عشان حضراتكم تبقوا عارفين، وانا بقول لكم من النهارده عشان تشوفوهم بكره او تشوفوهم يوم الثلاثاء.